بس هو حسب طبيعة العمل اللي بيشتغل، إذا كان العمل خفيف مش ضار بصحته، يعني هو نصير نحكي إنه آه بينكسب هيك. بس لما نحن بدنا نبعث لا يشتغل بشغل خطير طبعاً حرام. لا هو مش المبرر بقدر ما هو إنه هو بينكسب ثواته وفلوسه، إنه هو ما بيعيش عمر أولاد سنه. بتلاقيه مثلاً الطفل اللي بصف سادس بخلص على فرضه بخلص مدرسة وبيروح على شغل بعديها، لا عنده مجال يلعب، لا بقعد مع صحبه زي الناس، لا بيعيش حياة صحية مضبوطة، إنه خلص بصير يشوف حاله، بصير يشوف حاله أكبر من أولاد سنه. روح أنت ولد تلعبش معي، أو إنه بيكبر عن لعبه، مع إنه لازم إنه كصحة إنه يضل يلعب، إنه صف سادس ينمي قدراته، هو لسه لا انفعال، لا سلوكي ولا انفعالي نامي صح. ولا مطلوب منك إيش؟ وحتى مش مطلوب. هذا رح يأثر علينا بين ما يكبر كمان، يعني بس يكبر هاي النفسية تاعته خلص. رح يتكسع أولاده. ما تفكري إنه رح يضل أولاده وماشيهم بالمدرسة ويمشيهم بالخطوة بالخطوة. رح يحكي لهم أنا أهلي طلعوا أنا طلعت في المدرسة وما كملت، وهيني بشتغل، وهيني كبرت وتجوزت وجبتكم. بس أحيانا بيقدروا رح يمشوا على ناحية. لا أحيانا بكون دافع إنه الأب مثلا إذا تعبت في حياته وهو صغير إنه ما يخلي إنه يعيش نفس الشيء اللي هو عايش يعني. صح. هلا في انتهاك مسؤولي في حالة سمح الله ولادك تعرضوا لانتهاك أو إلى